الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم ونفسي بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ترك الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إتقان الفرائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أداء ما استطعت من النوافل. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن سعادتنا جميعا أيها الإخوة، أفرادا وأسرا ومجتمعا وبشرية، بامتثال أمر الله إذا أمر واجتناب نهيه إذا نهى. يا شباب، لن يسعدكم إلا ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعتم من النوافل. بهذا تسعد وحدك، لكن الإسلام يحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عنوان خطبة اليوم: النور الذي حل في المدينة. أيها الإخوة، بمناسبة يوم الهجرة، سأجعل حديث اليوم عن النور الذي حل في المدينة فتنورت. النور الذي لم تقبله مكة في ذلك الحين، فكانت طيبة على موعد معه، تتطلع إليه وتشتاق لقياه وتنتظر وفادته. النور الذي أنشد له الأنصار حينما رأوه: طلع البدر علينا. لقد رأوا بدرا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. النور الذي رأته أم معبد عندما مر بها في طريق الهجرة، فقالت: رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة، ظاهر النور، أبلج الوجه، يعني مشرق الوجه. تروي كتب السير: ومر صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك بخيمة أم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة، يعني مسنة وقوية، تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها.
فسألاها هل عندك شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى، والشاء عازب، ما عندي طعام، ولو كان عندي شيء ما أعوزتكم للسؤال، أقدم لكم الضيافة فورا، حتى الحليب واللبن ما عندي، فالشاء عازب. وكانت سنة شهباء مرت بهم سنة قاحلة، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة، يعني في جانبها، قال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، خرج الغنم من أجل أن يأخذوا ويشاهدوا شيئاً من الأعشاب لهم، لكن هذه الشاة ضعيفة لا تستطيع أن تتحرك. قال هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك، أضعف. قال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلباً فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، أوسعت هذه الشاة ما بين رجليها وبدأ الحليب يخرج منها، فدعا بإناء لها يريض الرهط، يعني يكفي الجماعة، وعاء كبير، فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب صلى الله عليه وسلم وحلب فيها ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غادره وعند أم معبد فارتحلوا. فقلما لبث أن جاء زوجها أبو معبد فوصفته له، فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، قد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. يا أم معبد كرري أوصافه، فالضرع جف وشاتنا عجفاء، يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء، يا أم معبد بلغي عن حالنا، فالقلب غاو والخطى عرجاء، هو أحمد المحمود صفوة خلقه، وبه الرسالة ختمها طهراء، صلى عليك الله يا خير الورى، يا من بجاهك يرحم الضعفاء. خطبة اليوم عن النور الذي كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يرونه حساً ومعناً، إذا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا نوراً حقيقة، ورأوا نوراً في قلوبهم، إذا امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدوا النور في حياتهم وشاهدوا النور في قلوبهم، إذا انتهوا عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاءت لهم أيامهم وأضاءت عليهم قلوبهم. أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال شهدت يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فلم أرى يوما أحسن ولا أضوأ منه. يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاءت المدينة. يقول في رواية أخرى لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. أخرج الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وأخرج البيهقي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال قلت للربيع بنت معوذ صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا بني لو رأيته رأيت الشمس طالعة صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي في الشمائل عن هند بن أبي هالة وكان وصافا في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر.
وأخرج الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق كالسيف؟ فقيل له: لا، بل مثل الشمس والقمر. أيها الإخوة، لقد وصف الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بالنور، فقال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب هو القرآن، والنور هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر القرآن أنه صلى الله عليه وسلم يخرج من اتبعه من الظلمات إلى النور. هذا النور الذي حل في المدينة، إذا حلت تعاليمه في بيتك، إذا حلت تعاليمه في معملك، إذا حلت تعاليمه في أسرتك، إذا حلت تعاليمه في حياتك، ستخرجك من الضيق إلى السعة، من العسر إلى اليسر، من الظلمة إلى النور. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ويخبرنا القرآن والسنة بأن امتثال أوامر الشرع واجتناب نواهيه نور لنا في الظاهر والباطن. كل من امتثل أمراً من أوامر الله فليستعد لنور في قلبه ونور في حياته. كل من اجتنب نهياً من نواهي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيدخل نور في قلبه ويمشي نور أمامه في حياته. خذوا مثلاً الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء. يعني هناك نور في وجوههم ونور في أيديهم وأقدامهم من أثر الوضوء، فالوضوء نور. خذ مثلاً الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. الصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. الزكاة. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فنور الزكاة يطهر ظلمات قلبك وظلمات نفسك ويجعلك في جلاء ونور. خذ مثلاً القرآن الكريم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فالقرآن نور، من أخذه أخذ النور، من تركه بقي في الظلمة. خذ مثلاً بر الوالدين. روى الإمام الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنباً عظيماً. صار في بقلبي ظلمه، قبض، ألم، شدة، ران، مساوي شغلة كبيرة يا رسول الله، أريد نوراً ليمحو هذه الظلمة. قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فبر الوالدين نور يمحو الظلمات التي تغشى قلبك، والران الذي يغطي هذا القلب ويجعل لك نورا في حياتك. خذ مثلا غض البصر. كل أمر أمر الله تعالى به له نور في قلبك ونور في حياتك. كل نهي نهى الله عنه فامتثلته أبشر بنور في قلبك ونور في حياتك. غض البصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتي، يقول الله تعالى، أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه. وهكذا أيها الإخوة، تجدون لامتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله واجتناب أمره وأمر رسوله نوراً حسياً ومعنوياً يزيل الظلمة عن القلب
والحياة. ولا يزال المؤمن يجمع هذا النور في حياته، النور تلو النور، النور تلو النور، حتى ينير هذا النور دنياه وآخرته، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن العالم غير المؤمن يعيش ظلمة في علاقاته الأسرية، يسودها العقوق والإجهاض والفاحشة والشذوذ وضياع الأنساب وقطيعة الأرحام. يعيش ظلمة في علاقاته المالية، يسودها الربا وسحق الفقراء وتجارة الخمور والمخدرات والحروب وعبادة رأس المال. يسودها ظلمة في علاقاتهم الإنسانية، ينتشر فيهم الاكتئاب والقلق والأمراض النفسية والانتحار. وليس لهذا العالم المسكين إلا نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لن تسعد هذه الأرض، لن يسعد المسلمون، لن تسعد أيها الرجل، أيتها المرأة، لن تشعر بخير في حياتك وآخرتك، لن يدوم هناؤك، لن نفلح أيها الإخوة إلا بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا بنور القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بنور السنة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فتمسكوا أنتم بهذا النور ما استطعتم، امتثالاً في الأمر واجتناباً في النهي، ثم احملوه للعالمين وبلغوه عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لعله تصلكم مقاطع عن غربيين أسلموا يقولون: لماذا تركتمونا 20 سنة أو 40 سنة أو 60 سنة في الظلمة؟ لماذا لم تحملوا لنا النور الذي في أيديكم؟ لماذا لم توصلوا إلينا تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولعلكم سمعتم تلك المرأة الغربية التي تقول: سأشتكي عليكم إلى الله لأنكم تركتموني 60 سنة على غير الإيمان وغير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ما استطعتم تمسكوا بنور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتعاليمه، بسنته، بأوامره، بنواهيه، حتى نسعد ونسعد. تمسكوا بهذا النور في عباداتكم الشعائرية، في علاقاتكم الأسرية، في معاملاتكم المالية، في مرافعاتكم القضائية، ثم علموه الناس لينتشر النور الذي أضاءت به المدينة المنورة يوم الهجرة إلى سائر أرجاء المعمورة. وإن ذلك اليوم آت بإذن الله تعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يعني تجعلون أنفسكم وأموالكم في نشر رسالة الخير في هذه الأرض، في تطبيق رسالة الخير في هذه الأرض. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.